اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومشاهدي قناه الصحه والجمال في مصر والوطن العربي، وحلقه جديده من برنامجنا سماعه وميزان. وموضوع حلقتنا النهارده عن نقطه البدايه في ماراثون التخسيس. اي شخص مننا لما بياخد القرار التخسيس بيكون صعب في اوله، خاصه في اول شهر. وعشان كده النهارده معانا دكتور محمود حسنين، اخصائي استشاري التغذيه العلاجيه والامراض الناتجه عن سوء التغذيه والسمنه والنحاف. في البداية أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. في البداية ليه حضرتك يا دكتور اخترت كلمة ماراثون التخسيس مش طريق أو رحلة التخسيس زي ما هو موجود في البرومو بتاع البرنامج؟ طيب، وأنت عايزة ليه تخليها طريق؟ هي أولا كلمة طريق أصلا دي معناها أنه ممكن يكون قصير ممكن يكون طويل. الماراثون طريق طويل، السباق طريق سريع. أنا ولا عايز سريع ولا عايز طريق قصير، أنا عايز اللي بيسمعني أو اللي هو عايز يخس يعرف أن الموضوع طويل. انا وظيفتي معاه ان انا اخلي له الطريق الطويل ده مريح، يعني ان هو ما يتعبش فيه، يعني ان هو من غير حرمان، يعني هو المخاوف كلها اللي في دماغه اصلا ان انا اشيلها له. بس انا ليه اخليه يخس في شهر، في اتنين، في تلاتة، في اربعة؟ وعلى فكرة ده ليها تفسير علمي، يعني بغض النظر على التفسير السيكولوجي اصلا في دماغه، لا، ليها تفسير علمي ان اللي بيخس بسرعة بيرجع بعد كده يزيد. فوظيفتي ان انا اقول له احنا بنبتدي طريق طويل. انت مش هتطول معايا، يعني انت مش هتطول معايا. انا شايف من وجهة نظري ان مريض التخسيس ان هو المفروض يقعد مع طبيب التغذيه او طبيب التخسيس بتاعه من شهرين لثلاث شهور، ينور له الطريق بتاعه، يحدد له هو هيعمل ايه، وبعد كده هو بيكمل. انا مش هفضل معاك طول العمر، مش هفضل معاك ان انت تفضل هو ماراثون بس طويل، بس انت بعد كده بتكمل لوحدك. تمام. طب ايه يا دكتور، ايه هي الخطوات الصحيحه اللي ممكن نتبعها اثناء فتره الرجيم؟ تمام. رقم واحد القرار. هو خد القرار، ربنا كرمه وخد القرار وقرر ان هو يخس، دي واحد. اتنين، هو خايف من ايه؟ ايه اللي في دماغه؟ رقم واحد مريض التخسيس اول مشكله بتقابله، انا كده كده جربت انظمه كتير، انا كده كده هروح لدكتور هيقعد يقول لي ما تاكلش وتاكل وانا متعود على اكل، هروح لدكتور هيفضل يطلب مني تحاليل، هروح لدكتور يدخلني في اجهزه وفلوس، هروح لدكتور يقعدني معاه شهور وياخد مني فلوس قد كده. الكلام ده كله اصلا بتيه مخاوف اصلا عند المريض نفسه وهو داخل للعياده. المستشفى والعياده ده مكان غير محبب اصلا للشخص الطبيعي، يعني حضرتك لو حد داخل يزور حد في مستشفى ما بقاش مستريح، فما بالك اللي داخل اصلا عشان يخس. نظره الممرضه ليه، نظره الناس اللي قاعده، نظره الانتظار، نظره الدكتور ليه، كل دي مخاوف في دماغه. انا لازم ان انا اريحه وهو داخل، انا عايزه ان انا اقول له بمجرد ما يخش لي من اول دخله، من اول ما بيخش وهو بيسلم عليا، ان انا افهمه ان انا حد معاه مش ضد، انا راجل معاك، انا صديقا. حتى على فكره ممكن معظم دكاتره التخسيس، في دكاتره التخسيس كلهم اصلا مليانين، يعني انا زيك مش فارقه كتير، احنا هننزلك بالراحه، مش هنحرمك، مش هنكلفك. المقابله الاولانيه دي مهمه جدا، مهمه جدا ان هو يثق فيا، مهمه جدا ان هو يكمل معايا. انا عايز اقول له انا معاك، يعني حتى انت لما تروح عزومه ولا تروح مناسبه ولا تخش هايبر ولا تيجي تاكل ولا اي حاجه انا معاك، ممكن تسالني، ممكن تتواصل معايا، احنا مش هنطول مع بعض، انا هوريك وانت هتبقى دكتور نفسك. هو كل اللي بيجي في ذهنهم انهم هيتحرموا من كل حاجه، من فاست فود والحلويات والنشويات والمقليات، كل حاجه هي محببه ليهم طبعا هتبقى ممنوعه، او ممكن ناكل منها لو حاجه بسيطه اثناء الرجيم. لا، التفكير كله انهم هيتحرموا من ده كله. تمام. فبتبقى صعب قوي اول شهر وممكن يجي لهم اكتئاب. طب ما هو انا وظيفتي ان انا امنع الكلام ده كله، ان انا ما اخلوش يجي له اكتئاب. عشان كده انا بقول لحضرتك الموضوع طريق طويل. اولا الشهر الاولاني طبيا، انا مش بتكلم كلام، طبيا من الغلط ان انا احسب فيه سعرات حراريه. انت بقالك 30 سنه بتتخن، يعني انت جاي عايزني اخسسك في شهرين ليه؟ يعني انت بقالك بتاكل واكلك مش مظبوط سنين، جاي دلوقتي عايز تنزل بسرعه ليه؟ نزول بسرعه فيه مشكلتين. المشكلة الأولانية أنت ما بتلحقيش تطبعي المخ، ما بتلحقيش تطبعي الجهاز الهضمي بتاعه على الهيلس فود وعلى الأكل الصحي عشان يقدر يتماشى معاك، واللي بينزل بسرعة بيطلع بسرعة. بص حضرتك، المخ أصلا في نقطة مهمة جدا، المخ عنده نقطة معينة مش عايز ينزل عنها، هو قاعد بيربي دهون وعضلات مربيها بخير من زمان وعلى عز من زمان، سايبها لوقت معين، وقت مجاعة، وقت مشكلة معينة سايبها. فحضرتك انت بتخش عليه بكل تقلك، ما تاكلش وكذا ومعلقه رز وربع رغيف والكلام ده كله. طيب المخ اول مره ما يعني بيحصل له هزه كده وينزل الجسم وتبتدي الجسم يبتدي ينزل، بعد كده بياخد باله يقول لك لا ده الجدع ده شكله داخل على مجاعه، لا قلل الحرق. وده السبب ان في ناس بتنزل في الاول كويس وبعد كده حضرتك بيجي عندهم الحرق يقول.
ففي حضرتك حاجه اسمها السيت بوينت كده، ان هي نقطه معينه ان احنا بنقول للمخ ايه، ننزل واحده 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 واحده. نبتدي الاول نعلمه الاكل الصحي، نبتدي ناهله نفسيا. النزول الصحيح الصحيح من ربع لنص كيلو اسبوعيا، مش زي ما زي ما بقيت الناس بيقولوا 3 كيلو 4 كيلو طب في الاسبوع. قولي له طب ما انت كملت وبعدين هيرجع تاني. حضرتك هيبتدي يفتح في الاكل، يعني ممكن بعد ما يخس ما يقدرش حضرتك المخ يظبط اكله. هيستنى لك اول ما تبتدي في اي وقت انت نزلتي له في الاول حضرتك ونزلتيه بسرعه الفرصه بمجرد ما تيجي. عشان كده حتى في ناس لما بتتحرم ايام بتيجي بعد كده بتاكل اكل غير طبيعي، فالمخ بيخليكي تاكلي بيخليكي في شراهه في الاكل. فهي حضرتك الوظيفه دي لا، انا لازما بالراحه واحده واحده معاه. العيان داخل لي حضرتك اول يوم زي ما بقول لحضرتك الموضوع كله فريندلي، الموضوع كله انا معاك واحده واحده، انت خدت القرار طب احنا مع بعض مش هنحرمك. انت بتعمل ايه؟ عيان حضرتك جاي بيقول لي انا باكل 4 ترغيفه ولا 5 ترغيفه، اقول له كل ربع رغيف، اقول له كل رغيف هيكسر لي العياده وهيشتمني وهيجري. ده طبيعي، انا بكلمك ده طبيعي، ده اللي بيحصل. انما القصه كلها انت في مخاوف انت بتشيلها له وبتهديه. انت بتاكل 4 ترغيفه كل، طب امال انت ايه؟ احنا بس واحده واحده نغير. انت بتشرب كم كوبايه شاي في اليوم؟ بشرب 10، بشرب 5، كم معلقه سكر؟ 3. طيب ايه الثلاثه دي لو بقت 2 يا راجل مش هيحصل حاجه، عايزينك بس الاسبوع الجاي نعود زي ما انت وزي ما انت. طبعا في الاول انا بعمله حاجه اسمها سكريننج، ان انا بعمله تحليل معين ابص عليه. يعني في بعض التحاليل اللي حضرتك انا بعملها مهمه، صوره دم كامله مهمه، بول براز دي مهمه، ان انا بس اشوف الحاله العامه. وفي تحليل اللي هو عنده شكوى، واحد عنده تاريخ مرضي من السكر، تاريخ عائلي من السكر، سكره كان بيعلى لازم اعمل سكر معاه وتحليل السكر. تحليل الغده مش لازم تكون روتينيه زي ما الناس متخيله، لا، انما لو حد عنده مشكله في الغده، حد عنده مشكله في الكوليسترول، حد عنده مشكله في اي حاجه انا المشكله دي وانا بسمعها منه انا ممكن اعملها، انما غير كده مش لازم تتعمل روتين عشان ابدد حاجه من اللي هو جاي خايف منها اللي هي التكلفه. يعني لازم اكون مرن معاه بقدر الامكان. وفي تحليل انا بعملها كنوع من انواع التشجيع، واحد ما عندوش حاجه بس مليان وليه بطن كده وبتاع، فبقول له اعمل لي وظائف كبد. طب انا عايز ايه بوظائف كبد؟ انا عايز وظائف الكبد اصلا اشوف لما هلاقيها لك عاليه وانت عندك دهون على الكبد اوريها لك بعد شهر، بص بقت ايه؟ النسبه قلت فتتشجع. دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس اللي بتاخد ادويه من ادويه التخسيس، في ادويه مشهوره ناس بتاخدها اللي بتمنع امتصاص الدهون واللي بتزود الحرق، ادويه الكيميائيه اللي انا بتكلم عن الكيميائيه. واحد بيبوظ وظائف الكلى، واحد بيبوظ وظائف الكبد. يبقى انا في الحاله دي بلاش منها اساسا. ما هو انت تقولي لمين بقى حضرتك؟ فهي القصه كلها ان هي ايه؟ ان هي دي بقى النقطه اللي احنا بنعمل له فيها التحليلات. عملت له التحاليل يمشي العيان، انا خلاص مش عايز منك حاجه، انا عايزك بس تيجي تقلل السكريات بقدر الامكان، قلل الاكل من الشارع على قد ما تقدر. انما تاكل 4 ترغيفه كل 4 ترغيفه، تاكل 5 ترغيفه كل 5 ترغيفه، تاكل رز تاكل مكرونه، بتروح عند والدتك بتروح عند حماتك كل، انا ما عنديش مشكله خالص. اول اسبوع واحده ممكن واحده، ده اول اسبوع. وبعدين تاني اسبوع ممكن اقلل شويه، تاني اسبوع ابتدي احاول السموم اللي عنده ابتدي اغيرها. يعني ابتدي بقى ايه زي ما انت في الشاي، طب قلل لي شويه وابتدي بقى دخل خضار. بص حضرتك في حاجات لازما اللي عايز يخس لازما يحبها. لازما تعرف يعني ايه شوفان، لازما تعرف يعني ايه زبادي، لازما تعرف يعني ايه بيض مسلوق، لازما تعرف يعني ايه بطاطا، لازما تعرف الكلام ده كله. ما يجيش واحد يقول لك انا السلطه الخضراء دي، لا لازم تحبها. يعني لازم تتعود تحبها، وهقول لحضرتك ايه فائده التعود في الحته دي. فالحاجات دي انا في الجزء الثاني من الاسبوع والله حضرتك زي ما انت وزي اكلك زي ما هو، بس انا مش طالب منك غير تشرب ميه قبل الاكل وتاكل لك شويه سلطه وحاول تدخل الخضار. الخضار حضرتك مش الاكل الطبيخ، مش ده اللي اقصده. الخضار يتعود على الكرنبيت، يتعود على البروكلي، يتعود على اللفت، على الكرنب، على الملوخيه، على السبانخ، حاجه تحاول تملاله معدته، تملاله معدته حضرتك ومفيده. هتظبط له كل الفيتامينات اللي هو لما جسمه هيبتدي يقلل السكر ما يصدعش وما يتعبش والكلام ده كله. ده حضرتك انا بالنسبه لي ده تاني اسبوع، تاني اسبوع ده مهم. ما قلتلكش اكل كل، حضرتك مريحه قوي كده يعني، هو لازم يستريح عشان يكمل معايا. راحه جامده حضرتك. احنا مسافرين ورايحين على طريق طويل، مسافرين رايحين اسكندريه ورايحين، مش حضرتك مش المطلوب منك ان انت في الطريق تكوني مستريحه؟ اكيد. ولا المطلوب ان انا هقول لك لا استحملي وقعدي وخلاص والطريق قصير، هتقعي مني في السكه، هتسيبيني، هتقعدي بعد اسبوع ولا اتنين حضرتك بعد كده وتروحي تقولي لا انا مش متحمله ولا كذا ولا لا. انا قلقان من ايه؟ انت قلقان من ايه؟
انت جاي ليه؟ انت جاي يتحرم، كل القلق ان هو يتحرم، وانت جاي بقالك 20 سنه يا عم، اصبر شهر، اصبر اتنين. في حاجه تانية بس العين يا دكتور، العين بتاكل قبل البق يعني. لا لا، ما هو حضرتك غصب عنهم لما مثلا بيروحوا اي مكان في فاست فود او مثلا اي هايبر ماركت، بيبقى شايف حاجات قدامه عامله له اغراء، فهيعمل ايه؟ هيتعود. بص حضرتك النقطه دي انا بس ما كنتش عايز اطلع من حته شرع، بس انا هقول لك النقطه دي. في واحد لما بيتعود على الاكل الصحي اتعود خلاص، يجي بعد كام شهر كده ولا حاجه، البسبوسه والشوكولاته والفاست فود ما بقتش تستهويه، مش حارم نفسه، لا 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 لا، انا عايز بروكلي، انا عايز شوفان، انا عايز بطاطا. ليه؟ ده هو يعني مش ما بتستهوهوش، ما بقتش تسعده زي زمان، خلاص جسمه اتعود. الحته دي بحرك دي هتعمل، بس انا مش عايز افتح فيها، لان دي هتعمل ضجه، عامله ضجه دلوقتي على مستوى العالم. دلوقتي بص حضرتك، في نوع يعني انواع ميكروبات موجوده في بطن الانسان، يقولوا عليها حتى اسمها الميكروبيوم، دي بتطلع معانا من اول الولاده وبنكتسبها من البيئه طول ما احنا ماشيين. الميكروبات دي حضرتك عقل تاني للبني ادم، هي اللي بتتحكم في سعادته، بتتحكم في مرضه، بتتحكم في مناعته، بتتحكم في حاجات كتير قوي. الميكروبات دي في جزء منها بيتغذى على الحلويات وعلى الفاست فود، وفي جزء بيتغذى على الاكل الصحي. هتربي انا حد فيهم، ربيتي على الفاست فود هتفضلي طول عمرك تحب الفاست فود. وعلى فكره دي من الحاجات برضو اللي هم لقوها، لما الواحد بياكل اكل فاست فود يبقى مبسوط كده، ويشوف الهمبرجر كده وبتاع يبقى مبسوط، يشوف الشوكولاته يبقى مبسوط. السيروتونين حضرتك اللي بيطلع من اكل الشوكولاته بيطلع في المخ، 90% بيطلع منه من البطن، 10% بيطلع منه من المخ. فانت مع الوقت لما بتبتدي تربي العيان ده على ياكل الاكل الصحي، كبر الميكروبات اللي بتحب الاكل الصحي. بص اللعبه جايه منين؟ عشان كده حضرتك انا ما يهمنيش احسب لك سعرات حراريه، انت محتاجه 2000 سعر حراري، خدي 2000، خدي 2000 ونص، ما تحسبيش سعرات، ما توزنيش نفسك. انت ما تخشليش كل شويه تقعدي توزني، ما تمشيش في طريق تلاقي واحد موقف في ميزان تروحي توزني في صيدليه. فعلا بيبقى قلق كلام كبير. ده كلام فارغ. انا عايزه، انا خسيت نص كيلو، لا انا خسيت كيلو. حضرتك اعرفي خساسانك. انا النهارده زدت، طب في ايه اللي حصل؟ انا ماشي على الدايت مظبوط. اعرفي خساسانك حضرتك من 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 هدومك. يعني اعرفي خساسانك. دي معلومه مفيده حضرتك اديتها لنا النهارده. حضرتك اعرفي خساسانك من هدومك، هدومك زغرت يبقى انت بتخسي. من نظره الناس ليكي، طبعا في نظره ايجابيه ونظره تشاؤميه، يعني في ناس هتقول لك زي الفل انت بقى جسمك حلو وبقيتي خسيتي، وفي واحد هتقول لك ايه ده انت شكلك عامل كده ليه، انت هتموتي، انت عيانه، طب صرحينا وبتاع، ما يعني في ناس كده وفي ناس كده فعلا. فهي حضرتك انت بتعرفي ان انت خسيتي كده، انا مش جاب الوزن. على فكره الاسبوعين الاولين حضرتك في الكلام اللي انا بقول لك عليه، المريض هينزل، بس هينزل نزول اسمه نزول كاذب، وده اللي الناس بتغلط فيه مع دكاتره التخسيس، نزل ميه بمجرد ما السكريات بتقل. لا طب وانت مفكره المخ هيسيب الدهون بسهوله؟ هينزل لك الميه. حضرتك بمجرد ما بتقللي السكريات الدهون الميه بتقع، لان الميه ماسكه في السكريات فبتقع فبتنزل، فالواحد بيفرح. ودي بتعملها دكاتره التخسيس كتير، يعني في اوقات هي فاهمين بس هم ما بيصرحوش المريض بيها، يجي المريض يفرح، ايه ده انا نزلت شفت بقى زي الفل، وما توزنش نفسك بره والوزن عندي بس والكلام ده كله. لا طب معانا اتصال هاتفي، ام اياد اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. حضرتك عندك اي اسئله للدكتور محمود؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيك حضرتك. بعد اذنك يا دكتور، انا عملت تحليل والغده الدرقيه عندي نشطه ومش بتخن، يعني لما كنت حامل زدت تقريبا 2 كيلو او 3 كيلو، وبعد الولاده خسيت وجسمي نزل زي ما هو، يعني انا تقريبا 56 كيلو او 55 وطولي 160 سنتي. تمام. بس يعني اوقات بيجي وقت عليا مش باكل خالص، نفسي تبقى مسدوده ومش عايز اكل، واوقات ببقى نفسي مفتوحه وباكل حلوه جدا لكن جسمي برضو زي ما هو. طب يمكن في حاجه مزعلاك است كل اللي بتخليك تاكلي ولا مش بتاكلي؟ بصي حضرتك، اولا الغده، اولا حضرتك وانت حامل احنا ما بنتكلمش على الرجيم، الحوامل والمرضعات والاطفال اقل من 18 سنه بيبقوا خارج نطاق الرجيم، يعني بيتعمل لهم جزء لوحده خالص تاني. فحضرتك وانت حامل، وانت حامل اصلا يعني ما بنعملكيش زي بره. حته الغده الدرقيه حضرتك المفروض ان هي بتزود الحرق معاكي زياده عن اللزوم، هي ما تسدش نفسك، ولكن هي تخليكي تاكلي كتير بس ما بيبانش عليكي، لان بيكون في افراط في النشاط بتاع الغده الدرقيه.
رقم واحد قبل حضرتك ما تفكري ان انت تتعاملي في موضوع التغذيه وان انت تتخني او تخسي، انت حضرتك لازم تتعاملي مع دكتور غده الاول، ودي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها، ان انا مش لوحدي، انا مش عايش، انا لازم يكون بتاع التجميل معايا ليه دور، وبتاع الليزر اللي معايا دور، وبتاع العلاج الطبيعي اللي معايا دور، وبتاع النفسيه ليه دور. فحضرتك رقم واحد ان الغده لازم تتظبط الوظائف بتاعتها مع دكتور الغدد بتاعه حضرتك، وبعد كده تشوفي القصه. حته حضرتك الوخم اللي انت فيه ممكن يكون ليه سبب تاني خالص، سبب عند الناس ما بتبصلهوش، هو كتير اليومين دول اللي هو فيتامين دي. فيتامين دي من اكتر الحاجات حركة اللي بتعمل الخمول. فيفضل دي من ضمن الاسئله يا دكتور اللي جات لنا على الصفحه، ده موضوع كبير ده، فيتامين دي طبعا نتكلم عليها ان شاء طبعا الله. ولكن فيتامين، فحضرتك مهم ان انت تعملي مع الغده، تعملي مع فيتامين دي، وبعد كده حضرتك تظبطي الغده بتاعتك مع طبيب الغدد، وبمجرد ما الهرمون هيتظبط الاكل هيبتدي يظهر مع حضرتك على طول. طب اتصال تاني معانا خالد. الو، اهلا وسهلا يا استاذ خالد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك عندك اي اسئله للدكتور؟ ان شاء الله يا فندم. اولا تحياتي للبرنامج واسره البرنامج وقناه الصحه والجمال اللي بتجيب لنا حاجات مفيده جدا للاسره المصريه، وبجد تحياتي ليكم جميعا. تحياتي للدكتور محمود. اهلا وسهلا. ممكن يا دكتور اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل حضرتك. يعني ايه راي حضرتك يا دكتور في الجبنه والزبادي خالي الدسم، احسن عشان الدايت؟ هتعمل لي مشكله كده مع الناس بتوع الاكل، ده جريمه. ازاي يا دكتور؟ جريمه. بص حضرتك، اي حاجه خاليه للدسم في الهايبرات بيتحط مكانها سكر. يبقى السكر، احنا ما حلناش المشكله. السكر ماده حافظه. السكر حضرتك شركات الاغذيه بتتعامل معاه اكنه عفريت كده، بتخبيه في اكتر من 60 اسم، مش هتحطولك بصوره سكر. السكر يعتبر ماده حافظه، السكر حضرتك بيقعد عندك في المطبخ شهور ما يحصلوش حاجه، فبيحطوه اصلا كماده حافظه للاكل. فحضرتك اي حاجه خاليه للدسم في السوبر ماركتات لازم تتشال. بص حضرتك في كلام كده، بمجرد ما تقري من عليه، مجرد ما تقري كلمه دهن نباتي، زيت مهدرج، زيت مكرر جزئي وكلي، سمن نباتي، خلطه زبده، ده يترمى، ده ما ناكلوش تماما. حضرتك ده كلام فارغ، ده حضرتك ده كلام فارغ. وحضرتك انت حته فيتامين دي، انت حضرتك كلمتيني على فيتامين دي، بتقولي لي يعني انا بقول للمتصله، بقول لها ممكن مشكله في فيتامين دي. فيتامين دي المفروض في مصر ما يبقاش ناقص، عشان الشمس. عشان الشمس، ده في اوروبا الكلام ده اللي بيبقى عندهم ناقص. انت حضرتك فيتامين دي عشان يمتص هو اولا محتاج منتجات الالبان كامله الدسم عشان هو فيها، وعشان يمتص محتاج دهون عشان الدهون كده تاخده الامعاء. بص حضرتك الامعاء ما ترضاش تفتح لفيتامين دي الا لو جايب معاه دهون في ايده كده وداخل بيها، يخبط معاك دهون معايا، تروح مدخلاه مدخله على الدم، وبعد كده بقى بالقصه بياخد الكالسيوم ويوديه العظم والكلام ده كله. فحضرتك طبعا ده جريمه، لازم تتعود، لازم يحصل تعود على اللبن كامل الدسم، مفيش حاجه اسمها خالي الدسم. حضرتك تنصح بالاجبان كامله الدسم والالبان كامله؟ بقول لحضرتك جريمة، وإذا كانت جريمة للكبار فهي المفروض جريمة يعاقب عليها القانون للأطفال. الأم اللي تجيب لحد من ولادها حاجة من حاجات خالي الدسم دي، والله جريمة يعني. دي حاجة، خلينا في الحاجات الطبيعية، اللبن الطبيعي والزبادي الطبيعي بتاعنا. بصي يعني أنا لو إيه، أصل هي تعود. أنا حد، أنا أمي معوداني على وش اللبن ومعوداني على الحاجات الدسمة، أنا هاكلها. لو حد مش متعود ولسه ما تعودش عليه، هاتها كامله وشيلي الوش. افضل حاجه. انا ضد ده، بس انا ايه، لو هو خلاص، لو هو مش بيحب غصب عنه، ما بيحب، في ناس كتير ما بتحبش القشطه يبقى مثلا، هات وشيلي القشطه واركنها، انما ما تجيبهاليش انت من الاول. ما تجيبهاليش انت من الاول خالص، لانه بيتحط عليه حاجه تاني. تمام. في اتصال تليفوني تاني، اتفضلي. اهلا وسهلا. الو، اهلا وسهلا بيك يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. هكلم دكتور محمود. اتفضلي دكتور محمود مع حضرتك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. معاك منى المسلاوي. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور لو سمحت، انا كنت عايزه اسال عن اليوم الفري. برضه من ضمن الاسئله اللي جات لنا على الصفحه، الاسئله كلها متفجرات، هتخلوا الناس مفيش حاجه اسمها يوم فري في الدايت. معلش يا دكتور، اصل انا لما بعمل دايت بيقولوا لي ان انت ممكن تعملي يوم فري. جميل.
فهنعمل ايه في ال كل حاجه بصراحة. بص حضرتك يعني انا زي ما عودت الناس كده، انا احب كل حاجه تبقى بالشرح. حضرتك عندك حد مدمن بيشرب مثلا مخدرات وبيشرب مع مجموعه ناس، انت حضرتك اول قرار بتحبي تعمليه معاه بتعملي ايه؟ بينعزل عن الناس. طيب هل ينفع تقولي له انا هقعدك 6 أيام منعزل وفي اليوم السابع اقعد مع اصحابك يا حبيبي براحتك؟ لا طبعا. طيب انا قاعد بقالي شهر بربي ميكروبات عندك كويسه عشان تظبط لك الاكل الصحي، بعلمك تاكل اكل صحي، اروح سايبك لليوم الفري؟ اليوم الفري هو جريمه، انا كله جرايم النهارده، جريمه ان انا تبويظ الدايت مع سبق الاصرار والترصد. انت حضرتك قاعده مستنيه اليوم الفري ده عشان لو مش جعانه تاكلي. معلومه جديده حصريه النهارده للبرنامج. حضرتك هو حضرتك ده طب، والله ده طب. انا حضرتك بصي انا في التايتل حضرتك في العنوان بتاعي الاستشاري الامراض الناتجه عن سوء التغذيه. انا مش عارف السمنه والنحاف، انا مش عارف انت تخسي ولا تخني. هتخسي وهتخني، انا عايز اعلمك، انا عايز اعلم الناس. يعني بص حضرتك انا ما حطيتش عنوان عيادتي، مش عايز الناس تيجي العياده، انا عايز الناس تتعلم، عايز الناس تبعت على الصفحه ان الناس تتعلم، الناس يبقى عندها ثقافه صحيه وثقافه طبيه ان هي تتعلم. اللي انا بقوله لك ده هو ده الصح وبالعقل. فحضرتك اليوم الفري في حاجه اسمها غلطه، مفيش انا حتى كانت مكتوبه على صفحه سماعه وزي ما فيش حاجه اسمها فري، في حاجه اسمها غلطه. غلطه يعني ايه؟ يعني انا ظبطت اكلي واتظبطت وعرفت الاكل الصحي، بس رحت عند امي يوم، رحت عند حماتي، رحت مناسبه مع اولادي بره في مصيف في اي حاجه، وفي اكله خلاص بقى يعني غلطت هاكلها. يعني حضرتك انا غلطه في الاكل انا بحبها خلاص بخربها اكل، بس ما بخربها اكل كويس. يعني ده ليه شرط، يعني اكل بيتي ما بلاش فاست فود، ده اهم طبعا حاجه. طبعا يعني ان هو حضرتك ان شرط ان يكون حتى في الغلطه ان هي تكون اكل مفيد. يعني اخربها لي في السمك، اخربها لي مثلا في حاجه فيها دهون صحيه مثلا، انما ما تخربها ليش مثلا في وجبه من الوجبات السريعه من الهمبرجر والحاجات السريعه دي. حضرتك دي ماساه. والمقليات والحاجات دي حضرتك في حد يعني حد ممكن يقول لك ايه؟ طب ما انا اكل اكله سندوتش همبرجر من المحلات السريعه اللي موجوده بدون اسامي وحاجات مشهوره وبفرح وكلت والولاد فرحانين واكلتهم وهبقى مبسوط، وهمشي مثلا من هنا مثلا للقاهره، همشي زي عندنا مثلا اسكندريه لحد بحري، هتاخد اسكندريه كلها ماشي. طب ما انا هحرق يا فرحتي، مش هتحرق، الجسم خزن. لا ده الجسم خزن عشان يعرف يتخلص من الموضوع ده، بيقعد حوالي شهرين عشان يتخلص من السموم دي، وما بيعرفش ايه هي السموم اللي داخله دي، فبيرميها على الكبد وبيعملها لي خلايا دهنيه. والحاجه الثانيه حضرتك ان هو الانسولين، ودي قصه ثانيه بقى خالص، الانسولين بيفضل عالي عندي، والانسولين ده بعبع الخلايا الدهنيه. طول ما في انسولين عالي في الدم الجسم يرفض حرق الخلايا الدهنيه، الخلايا الدهنيه ما تطلعش، تقول لك ده البعبع بره. طب حضرتك هيحرق ايه؟ هيحرق اللي انت كلتيه. طب خلص هيحرق النشاط. طب حرق خلص هيحرق العضلات. يعني فلنفرض انت هتعملي رياضه، هيحرق العضلات لو احتاجت طاقه فحرك. انما لو انت كلتي دهون، لو انت كلتي حاجات مثلا مفيده، لحمه بيضة، لحمه البيضة بعيدها تاني، انا قصدي اللحمه الملبسه او اللحمه البيضة، مش قصدي الفراخ، يعني انا قصدي اللحمه البيضة، قصدي سمنه، قصدي دهنه، قصدي كوارع، قصدي مسبكات. الحاجات دي رائعه، شوربه العظم مفيدة جدا 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 جدا. فبوظ الدايت بده، انما ما تبوظليش في حاجه تانية، وما يكونش مقصود، يكون جيب بظروفها دي اللي اسمها غلط. انما فري اكذوبه. انا قاعد بتعب معاكي بقالي شهر، وراحه جايه عليا وبديك الواتس بتاعي وبديك تليفوني، يقول لك لو رحتي هايبر كلميني ولو رحتي فرح كلميني وانا معاكي وانا هظبط لك واظبط الدنيا، وقاعد بعلم فيكي وفي الاخر اسيبك للضلال ده تاني. اسيبك للضلال ده تاني؟ طبعا لا. معانا اتصال هاتفي، استاذ خالد اتفضل. استاذ اسامه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك عندك اي اسئله دكتور محمود؟ اولا تحياتي لحضرتك وللبرنامج وللدكتور محمود خاصه. اهلا وسهلا. والله يا دكتور كنت عايز اسال حضرتك سؤال كده. انا رحت للدكتور فقال لي ان عندي مقاومه للانسولين، السكر بتاعي مره 115 ومره 120، اعطاني علاج جلوكوفاج 1000، بس انا لسه تعبان مش عارف اعمل ايه. بص حضرتك، هو لو في تاريخ في العيله ان هو بيقول ان الواحد عنده سكر، ده اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، اللي هو ايه، اللي هو ما بين عنده سكر وما عندوش سكر، يعني يقول لي كده ان هو في خلال كام سنه ممكن يجيله سكر، اسمها مقاومه الانسولين. يعني حضرتك هو عنده انسولين في الدم، عنده انسولين في الدم، بس الخلايا مش بتستجيب له
عشان خاطر تقدر، يعني هو عايز الانسولين يدخل السكر جوه الخلايا عشان تتحرق الخلايا مش راضيه تفتح خلاص تعبت، فبيفضل السكر في الدم، يفضل السكر في الدم، فالواحد يقعد يعمل تحاليل يلاقيها عاليه. حله اللي انا كنت بتكلم عليه المره اللي فاتت، قلل لي الحاجات اللي بتستفز الانسولين، واحسن حاجه الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي، الناس بره والعالم كله بيتكلم عليها، اللي هو الصيام المتقطع، اللي هو انت حضرتك اقعد لي حوالي ابتدي ب 12 وبعد كده 14 ويفضل 16 ساعه، وفي ناس في اوروبا بتعملها 18 وفي ناس بتعملها 23 ساعه، ولكن المتوسط 16 ساعه. 16 ساعه بتقعد من غير ما تاكل، من غير ما تاكل، وبتخلي وجباتك في خلال 8 ساعات بس، يعني مثلا بيفطر الساعه 12 الظهر، وحضرتك مثلا تتغدى الساعه 8 بالليل، ومن 8 لحد 12 الظهر تاني يوم انت حضرتك ما فيش اي اكل خالص، بس منهم مثلا حوالي 8 ساعات نوم، ما فيش اكل خالص، الاكل بس في الثمان ساعات دول، الصيام حتى ممكن ميه وحاجه ما فيهاش سعرات حراريه، يعني شاي من غير سكر، قهوه من غير سكر، كل ده مسموح لك، انما تنتوفه سكر لا، لان ده ليه هدف وليه قصه تانية، ده بيوطي الانسولين وبيصنفر الخلايا، بيخليها تستجيب للانسولين وتستجيب للسكر اللي داخل، ومع الوقت الموضوع ده بيروح خالص وما بيخشش في سكر، ودي من انجح الحاجات اللي نجح فيها موضوع الصيام المتقطع. تمام. طيب يا دكتور، ايه اللي حضرتك تطلبه من المريض عشان يمر بالفتره دي مرور الكرام وتنجح عمليه التخسيس؟ طيب هو بس انا يعني انا طبعا التليفونات طلعتني من حته الشهر الاولاني دي، حته مهمه قوي. طيب هنكمله في عجاله، احنا قلنا الاسبوع الثاني هيبتدي يدخل في حاجه، في حاجه مهمه قوي، هل العيان يبتدي جيم من اول ما يجي لي ولا لا؟ لا، هو نفسه تقيل، هو جسمه مليان، هو بيروح يشوف الجيم بيلاقي وحوش جوه اصلا، فخايف ان الناس تقلس عليه، وانا لسه ما ضمنتش انه هيكمل معايا ولا لا، فمش حجازف ان انا اكبر له بطنه واكبر له معدته واخليه ياكل اكتر وفي الاخر يبطل تخسيس، يبقى انا ضريته وما نفعتوش. الجيم احنا ممكن ناجله للاسبوع الرابع او ممكن بعد الشهر الاولاني، انما الاسبوع الثالث يبتدي يتحرك بقى، يعني ابتدي امشي شويه، اجري شويه، ودي عيلك المدرسه، مشي، انزل محطة اتوبيس بدري، اركن عربيتك شوية وامشي، اي نوع من انواع الرياضة ان شاء الله، حتى الام اللي بتجري ورا اولادها في الشقة عشان يذاكروا دي اسمها في حد ذاتها رياضة، ما عندوش وقت ما عندوش كذا، شغل يوتيوب وشغل، دي مهمة جدا موضوع الرياضة، كل يوم احسن من التاني. حركة الشهر الرابع ده مهم بقى، ان انا ايه، انت حركة بتتعشى، اتعشى وكل زي ما انت، بس من فضلك العشاء مش عايز فيها سكريات، مش عايز فيها فاكهة، مش عايز حضرتك، مش عايز بليلة فيها سكر، مش عايز حاجة فيها نشويات عالية، كل بيض براحتك، كل بيض، كل زبادي براحتك، كل شوفان، كل بطاطا، انا ما عنديش مشكله خالص، كل بيض البطاطا مريش. ممكن ما تعليش نسبه السكر، لا 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 لا، البطاطا من النشويات الرائعه، بس تتاكل بقشرها، لازم قشرها، حرك الفواكه كلها والخضار بقشره، تتغسل كويس وتتاكل، نظام التقشير ونظام بتاع ده، انا ما بتكلمش برضه على الفايده، يعني الناس بتخيل ان انا بتكلم، لا الفايده انت ممكن تاخدها في اقراص فيتامينات، مش دي اللي قصدي، الالياف، الالياف بتقلل امتصاص السكر مده طويله في المعده، والميكروبات اللي انا بكلمك عليها بتاكل الالياف، تطلع مواد بيها تحمي من السرطانات وتحمي وتغير الخلايا بتاعه الامعاء، فمهم جدا. فالبطاطا تاكل بقشرها طبعا، يعني الا طبعا الناس اللي هي عندها مشكله في القولون، عندها حاجه ما بتحبش تاكل الحاجات دي، دي طبعا ده اكسبشن، الناس ما تاخدهاش. فحركة الشهر الرابع ده مهم جدا، ان انا زي ما بقول لحضرتك ان انا خلاص بقى بدا يتعود رياضه، وبدا اكله يتحسن، وبدا ترتيب اكله يتظبط، وبدا كذا، وجسمه عنده استعداد ان هو يحرق، وهو الراجل فرحان خلاص بقى، والواحده فرحانه وراحه جايه عليه، ده الدكتور الظريف ده اللي ما بيمنعش حاجه وكل حاجه بناكلوها، انا معاك في الشهر ده، تليفوناتي معاك، مش قادر ارد عليك ابعت لي على الواتس، ابعت لي على الصفحه، مساعدين يردوا، بس ان انا لازم ده يحسسك ان انا في جنبك وفي ظهرك. اول ما حضرتك هو هيبتدي ينزل، بتنزل على اللي بيخس ده عوجان غريب كده وتناكه غريبه قوي كده، يبقى مبسوط ان انا خسيت، بيجيب هدوم جديده بقى، هدي بقى معلك، هدي نفسي، اتحسن، رجليا بدات بيها امشي، مراتي بتقولي انت خسيت، جوزك بيقولك انت لا انت زي الفل كده، هتحسي ان لا انا هكمل، هتبتدي حضرتك بقى تبتدي تستخسري. من بعد الشهر ده ابتدي على حسب بقى استجابه كل واحد، ابتدي احسب له السعرات الحراريه وابتدي اظبطها، ولكن كله يبقى اكل صحي. شهر ونص حضرتك كده ولا حاجه، ولا شهر، يعني شهر ونص كده ابتدي اتحول لصرامه بقى. تمام، معانا بعد اذنك بس اتصال محمد من الفيوم. اهلا وسهلا استاذ محمد. استاذ محمد، الو، السلام عليكم استاذ محمد. ازيكم؟ السلام، ازيكم يا دكتور؟ لو سمحتي اتفضل يا فندم، الدكتور محمود مع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ محمد، ازي حالك؟ الحمد
الله يخليك يا دكتور. بقول لك يا دكتور، انت عامل مركب دعامات، وبعد ركبت الدعامات نضر صدر وجعنا على طول، والدكتور يعمل تحاليل وساعات ودي ما فيش حاجه. انت مركب دعامات قلب يعني؟ ايوه. طب بس انا بتاع تخسيس يا استاذ محمد، بس هجاوبك برضه عشان انت راجل من الفيوم، وبتوع الفيوم دول ناس طيبين اصلا. انت صدرك انت بدل ركبت دعامات، يبقى انت حضرتك عندك مشكله في الشرايين التاجيه بتاعتك. فهو حضرتك الشريان حصل له مشكله، وبعد كده الدعامه دي ان احنا بنرجعه لشبه للطبيعي. فالمفروض ان انت بتبعد عن الحاجات اللي كانت عامله لك مشاكل، وبتعمل تشيك اب كل مده بس. يعني بتعمل اشعه مقطعيه، بتعمل رسومات القلب بتاعتك، وبتاخد العلاجات بتاعتك اللي هي الحاجات بتاعت السيوله والكلام ده كله، وتبعد عن الحاجات اللي عملت لك اصلا. يعني لو في ستريس جامد، لو في مشكله، لو في سكر، لو في حاجه، كل ده يتظبط. بس نرجع لموضوع حلقتنا النهارده ونقطه البدايه في ماراثون التخسيس، وجانا اسئله كتير على صفحه البرنامج يا دكتور، بعد اذنك حضرتك تجاوب لنا عليها. اول سؤال جانا، حضرتك تنصح بتناول السناكس بين الوجبات ولا لا؟ ولو حضرتك بتنصح بيها، ايه هو السناكس الصحي اللي ممكن نقدر ناكله؟ طيب بص حضرتك، هو التخسيس هو معادله سهله. المعادله دي انت ممكن تبقى دكتور التخسيس، والمستمعين ممكن يبقى دكاتره التخسيس، كل واحد ممكن يبقى دكتور تخسيس. هو ابلكيشن كل الاجهزه الحديثه دلوقتي بيبقى موجود فيها، هينزل هتدخلي له طولك، هتدخلي له وزنك، هيقول لك انت محتاجه سعرات حراريه قد ايه. طيب سعرات حراريه، انا محتاج 1000 سعر حراري مثلا في اليوم. ال1000 ده خدته 1000 ونص هزيد، خدته 1000 هثبت، خدته 500 هخس. فهتقولي لي سناكس، يبقى هو يكون واكل وجبات صغيره. والسناكس دي تختلف من واحد لواحد. يعني واحد عنده سكر ما ادلوش سناكس اصلا، يا اما يوم ما هديله حاجات خضروات، ما ادلوش الحاجات اللي تستفز الانسولين شويه. في نفس الوقت حضرتك مش من مصلحتي مع التخسيس ان انا لاعب البق كتير، خليه مقفول احسن. اه طبعا حضرتك انت ما بتشم الاكل في المطبخ، ما حضرتك بتعملي الاكل وجوزك بيشم الاكل، ريقه بيجري، الانسولين بيتفرز. فالانسولين يفرز على التفكير ويفرز على لعب البق. سبحان الله. اللبان اللي من غير سكر، اللبان اللي من غير سكر يطلع انسولين. فانا عايز اقلل، عايز ما اعملكش مقاومه انسولين، مش عايز الانسولين البعبع اللي بيحرق الدهون ده يبقى موجود. ولكن ممكن نبتدي بيها، واحد يبقى خضار، واحد يبقى متعود ان هو طول ما هو ماشي يلقط شيبسي ويلقط معرفش ايه وبتاع، شيبسي كبطاطس يعني، يبقى بيلقط الكلام ده كله. لا خلاص ممكن تدي له خيار وتفاح، يبقى الموضوع ماشي فيه مرونه. انما في الاخر انا حضرتك اللي بيحكمني السعرات الحراريه، ما يجيش حد يقول لي انا سناكس وانا الدكتور قال لي كل وانا مش عارف ايه، وانت تكون مدهان لي اصلا واكل في الفطار حله محشي وضارب في العشاء مثلا معرفش قد ايه، وفي الاخر تيجي تقول لي كمان في سناك في الوز. هي حسبه، احسب سعراتك قد ايه، او دكتورك يحسب لك سعراتك قد ايه. ولكن على المستوى العلمي كل لما يكون الاكل قليل احسن. العلماء والانبياء في كل الاديان، مسلمين ومسيحيين ويهود، كانوا بياكلوا قليل. العلماء كلهم بياكلوا قليل. معانا اتصال هاتفي، استاذ محمد من القاهره اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. انا بحضرتك دكتور محمود، مع حضرتك. دكتور محمود اهلا وسهلا بحضرتك ومنور الشاشه. ربنا يبارك في حضرتك. هنستاذن معاك بس تسمعني دقيقة واحدة، معلش أنا آسف. اتفضل يا بيه. ربنا يخليك. أنا كنت الراجل سواق وكنت قاعد على طول على الطارة، وحتى ما كنتش بغير فردة كاوتش، تمام؟ وحاليا عشان خاطر عينيا مطلوب مني إن أنا يعني أعمل قرنية، الرخصة يعني اتسحبت مني. حضرتك انا ليا كرش. معلش حضرتك ما سمعتش، قرنيه ايه وايه القرنيه اتاخدت منك؟ معلش. الرخصه اتسحبت منك. اه رخصه اتسحبت منك عشان هو المفروض يعمل. تمام. عمليه قرنيه، تعمل زرع قرنيه. انت عندك ايه؟ عندك قرنيه مخروطيه ولا ايه؟ نعم فندم. عندك قرنيه مخروطيه؟ مطلوب مني القرنيه من العين الشمال. تمام. انا راجل ضعيف لله، وما معيش مقدار ان انا اخس، ومعيش يعني مش مختص بالاكاله او باي شغلانه تانية، كنت معايا رخصه خاصه. فحاليا انا تخين قوي 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 يعني، واجي طلقت ما عرفتش اتجوز تاني، وحالي مش حلو. فمحتاج من حضرتك ده بعد اذن معاليك وقدام الشاشه نستاذن الدكتور محمود حسنين ان انا اتعالج اتابع لحضرتك. تمام.
تخين تخين، واشتغلت سايس في القاهره هنا، ما عرفتش اقف على حالي دلوقتي حاليا. اقسم بالله الحاجه اللي بتاكلني، ربنا يديها الصحه، مش عارف اشتغل شغلانه زي الناس. ما معيش شهاده، ما معيش سنه غير الشغلانه اللي انا كنت مشتغلها. فانا بتاسف ان انا بقول حاجه زي دي. الدكتور محمود ربنا يبارك لك ويصلح حالك ويكرمك يا رب. على الشاشه بقول لحضرتك انا عايز اتعالج عشان ابقى زي الناس. تمام، ممكن حضرتك تتواصل مع دكتور محمود عن طريق رقم حضرتك خده من الكنترول او الرقم اللي ظاهر على الشاشه. بص حضرتك الرقم بتاع الصفحه وده رقم الخاص اصلا كمان بتاع الواتس، تابعني وانا مش هحتاج ان انت تيجي من القاهره ولا حاجه. وبعد ما اخسسك يا عم هجيب لك عروسه من اسكندريه يا عم كمان، عشان خاطر ما تتجوزش من القاهره، هنجيب لك احنا عروسه من عندنا يعني، ما تقلقش خالص. والف الف سلام عليك يا استاذ محمد. نرجع لموضوع حلقتنا، وجاي لنا برضو أسئلة على صفحة الفيسبوك. إيه هي العوامل اللي بتساعد على رفع معدل الحرق في الجسم؟ الحاجات اللي طبعا السؤال ده يعني الناس لو كتبت بس على النت كده الدنيا كلها بتتكلم فيها. بص حضرتك أنا هسألك السؤال بطريقة تانية، الراجل ولا الست أصلا اللي بيمشي عليهم نظام الرجيم في الأول؟ يعني انا جاي لي راجل وجاي لي ست بعمل لهم نظام ريجيم، مين اللي بيخس اسرع؟ الراجل بيخس. ده حقد بقى. لا فعلا الراجل بيخس اسرع من الست، بس مش عارفين ليه. مش عارفين ليه، عشان العضلات. الراجل عنده عضلات، فالعضلات حضرتك هي اكبر مصنع للحرق. العضلات هي اكبر مصنع للحرق. طيب هوس الستات والبنات انا هعمل عضلات، انا لو رحت جيم هعمل عضلات. يا ستي والله ما هتعملي عضلات، عمرك ما تعرفي تعملي عضلات. انت مش هتعرفي تعملي عضلات الا لما تروحي تشيلي حديد وتعملي برامج قاسيه جدا وتاخدي مكملات وتاخدي هرمونات عشان تعملي عضلات. وبعدين انا ما بقولكيش روحي شيلي حديد، انا بقولك روحي العبي زومبا، انا بقولك روحي نطي حبل، انا بقولك اتحركي، ممكن حتى تطلع سلم او طبعًا تنزل. طبعا حضرتك كل دي تقويه للعضلات، المشي تقويه للعضلات، نط الحبل تقويه للعضلات، فالعضلات هي مصنع الحرق. يبقى رقم واحد بالنسبه لي هي العضلات. دايما الناس كلها باصه للطريقه السهله، باصه ما اعرفش للايه، وميه بليمون وميه بكمون ومش عارف والكلام ده كله، الزبادي بالليمون والزبادي بالليمون طبعا الاكذوبه القاتله. حضرتك بتغير لنا مفاهيم يعني. حضرتك والله ده الزبادي الليمون ناس كتير بتنصح بيه ان احنا ناخده على العشاء، اللي حتى ما عندوش لغه يخش يسال ويترجم المواقع ويسمع الكلام اللي بيتقال على الزبادي بالليمون. الزبادي بالليمون كويسه، بس لما اجي اقارنها بالمحشي، لما اجي اقارنها بالفراخ باللحمه بالطبيخ بالمسبك بالعيش، انما لما اجي اقارنها انها ما فيش، لا يبقى بلاشها. زبادي بالليمون الناس متخيله ان هو يضرب الاكله التمام بالليل ويضرب له زبادي بالليمون، وحضرتك متخيل ان هو هيحرق. هتحرق هتودي فين؟ هو يعني ايه حرق؟ الناس لازم تعرف يعني ايه حرق. حضرتك حرق ده يعني الخليه بتتدلع عندي شويه، بقول لها صحصحي واحرقي السكر اللي جاي لك كده وتنشطي عشان تطلعي طاقه. طب لو انت ما بتعملش حاجه، يعني لو انت حضرتك قاعده نايمه مش هيحرق الجسم. على فكره هو الواحد هو نايم بيحتاج طاقه برضه، الواحد بيحتاج طاقه في كل حاجه حتى وهو نايم، ولكن انت ما بتعمليش. طب هتودي السكر ده فين؟ هتضطر تخزنه لدهون، هتخدي 50 حاجه في حضرتك، حاجات ثبت علميا ان هي بتحرق، ده كلام جميل. وفي حاجات بتخسس بس بطريقه غير مباشره لانها بتسد النفس. تمام. الشط رائعه بتحرق بس تفتح النفس بس تحرق. القرفة بتحرق وبتقلل مستوى الانسولين في الدم. بتوع السكر كويس، بتوع مقاومة الانسولين زي الاستاذ اللي كان بيتكلم ده كويس جدا. معانا حاجة نادية بعد اذن حضرتك. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتور انا معايا 66 سنة، ربنا يديك الصحة، لحد دلوقتي طول النهار مفيش جوع، اجي بالليل بيجيني جوع بشع قوي ما بقدرش اقاوم. هل انا محتاجه اروح لدكتور يديني مثلا دواء عشان الحكايه دي؟ لان انا لازم اخس، مش عارفه اخس. شكرا لحضرتك، ربنا يديك الصحه يا حاجه. محتاجه ان انت تنامي بدري يا حاجه، ما بدل انت المشكله اللي عندك دي مش مشكله عند حضرتك عشان انت عندك عيب محتاجه دواء، دي المشكله دي عندي وعندك وعند الناس كلها. الجوع حضرتك بالليل الواحد اصلا
بيبتدي ما بيفكرش غير في الاكل، درجه الحراره بتبتدي تقل في الجسم اصلا، فبيبتدي ان هو عايز يعوضها في الاكل، مفيش فكر التلاجة قدامه والدنيا قدامه. فالحل في الحاجات اللي زي كده ان هو ينام بدري بقدر الامكان، يتغدى متاخر شويه وينام بدري. لو على الحاجات اللي بتسد النفس في حركه، يعني مثلا في مثلا وحاجات طبيعيه، يعني في حاجه اسمها بذور الشيا مثلا من الحاجات الرائعه، بس تتجاب من حته مضمونه، من الحاجات الرائعه ان هي حضرتك بتحطي معلقه او معلقتين على كوبايه ميه وتسيبيها لمده ساعه، بتنفش تبقى تشابه الجيلي كده ولا حاجه، بتسد النفس، مليانه كالسيوم، مليانه مغنيسيوم، مليانه حديد، ومليانه فيتامينات رهيبه ورائعه. انما ادويه والكلام ده لا طبعا، الكلام ده ما تلجئلوش خالص. فحضرتك لو نمتي بدري واتغديتي متاخر شويه، والغدا بتاعك خلي فيه دهون، يعني حاجات تبقى فيها دهون كده ولا حاجه، ما تخليش كل الاكل نشويات، فحضرتك مش هتجوع ان شاء الله بالليل خالص. في حاجه برضو في الجوع بالليل، ان الواحد لو اتحمل شويه، انت عارف ممكن ابقى داخل من الشغل وميت من الجوع، لو انت لو زوجتي اتاخرت في الاكل شويه وعملت شويه تليفونات وعملت كذا، خلاص بشبع، لان هو هرمون الجوع حضرتك بيبتدي يطلع كده، اول ما انا ما بلاقيش الاكل المناسب بيضطر ينزل تاني، فهو الموضوع تحمل بس والموضوع هيعدي خالص. تمام، معانا استاذ علي، اتفضل. ايوه معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك دكتور محمود. مع حضرتك دكتور محمود. انا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علي اتفضل. يا دكتور محمود، انا مريض سكر من 17، يعني بين السكر عندي 17/2/18. 17 ايه حضرتك؟ من 17/2 اللي فات اتعالجت منه. انا مسافر بره، يعني بره مصر، في شهر 2 اللي هو في 18. تمام، من شهر 2/2/18. تمام، سنتين، يعني سنه وسنتين. الا سنه شويه كده. تمام. انا دلوقتي كان وزني تقريبا 95 كيلو او 90 كيلو، نزل وزني لخمسه، يعني ل 89 كيلو، وتعالجت من السكر، وحاليا انا ما باخدش علاج خالص نهائيا يعني. بس في بعض احيانا انا بحس ان يعني نسبه السكر عاليه عندي، انا ماشي على الخضار، يعني باكل خضار وباكل يعني بعيد عن المشويات يعني، وباكل وجبتين بس في النهار. تمام. وبتمشى كل يوم تقريبا نص ساعه، يعني من بعد صلاه الفجر بتمشى نص ساعه بالظبط كده، مش اكتر يعني. تمام. هل انا ماشي صح ولا غلط، ولا الدنيا فيها ايه؟ او انا وعملت تحليل تراكمي برضه. كام؟ الاولاني كان طالع 6.9. يبقى لسه عندك سكر. خلصت كده يا استاذ علي؟ الكلام ده انا عملته في يعني في شهر 7، اخر شهر 7. جميل. بص حضرتك، هو اللي هيحكمك ان انت ماشي كويس ولا لا هي التحاليل بتاعتك. مست التحليل التراكمي ان هو انت ما بتعرفش تضحك عليا في التحليل، يعني انت حضرتك في التحليل العادي الصايم او الفطر ممكن تروح مش واكل او كده فيطلع لي مش مظبوط. التراكمي ده من الحاجات الدقيقه جدا. حضرتك معنى ان هو طلع 6 وشويه، معناه ان حضرتك لسه عندك السكر موجود. الحاجه حضرتك وزنك نزل، هل انت كنت بتاخد انسولين ولا كنت بتاخد اقراص؟ لو كنت بتاخد انسولين ده يعني لازم حضرتك تراجع طبيب السكر بتاعك، او لازم تراجع الطبيب بتاعك، لانه مش بيروح بسهوله. انما لو كنت ما بتاخدش حضرتك انسولين، لا ده ممكن يروح ويتظبط بس بالاكل. تاكل ايه او ما تاكلش ايه؟ حضرتك ما بتاكلش النشويات وما بتاكلش الحاجات اللي بتستفز الانسولين، هي دي الصح. انما مقادير وتظبيطها لازم تراجع الطبيب بتاعك. تمام. تفاجئ يا دكتور، قول لنا ايه اهميه فيتامين د في رفع معدل الحرق في الجسم؟ قبل حضرتك فيتامين د للحاجات الحرق اللي احنا كنا بنتكلم فيها، لان دي مهمه، هجاوبها لحضرتك لانها برضو هندخلها في موضوع الحرق. احنا قلنا الشطه، قلنا القرفه، قلنا الجنزبيل، قلنا البروتينات. الواحد لما ياكل بروتين ده بيزود الحرق عنده، لان الايس كريم اكله سهل، الجسم ما بيتعبش فيه، انما الجسم بيتعب في البروتين، والهضم من الحاجات اللي بتستهلك طاقه فبتزود الحرق. والميه الساقعه دي من الحاجات اللي بتزود الميه الساقعه، مش الميه الدافيه. لا حضرتك، المياه الدافئه بتعمل ايه؟ المياه الدافئه الناس متخيله ان انا اشرب مياه دافيه على الريق عشان اسيح الدهون، ده كلام فارغ طبعا. حضرتك بتقول لنا معلومات جديده جدا النهارده. طب ما اشرب حضرتك بقى مزيل دهون بقى، ولا حاجه، اي حاجه من الحاجات اللي بنغسل بيها المواعين وندوب بيها الدهون، طبعا ده كلام فارغ. حضرتك انت متخيله، انت مش بتشرب مياه مغليه، انت تشرب مياه مغليه، وحتى لو شربت مياه مغليه انت هتهري الغشاء المخاطي اللي بره، ومش هتهري الدهون اللي قاعده مستخبيه جوه. حضرتك المياه الفايده، بتفضل المياه الساقعه لسبب برضو الناس لازم تبقى فاهمة. درجة الحرارة 37، أي مجهود الجسم هيعمله عشان يعادل درجة الحرارة دي هيبذل طاقة وهيبذل حرق، فحضرتك تشربي مية ساقعة، فالجسم بسرعة بيعادلها لدرجة حرارة جسمه جوه، فبيتعب عشان يوصلها، فده بتزود الحرق. هل معنى كده أن أنا بشجع الناس تشرب مية ساقعة؟ لا، أنا ما بقولش كده،
بس انا بتكلم على اللي بيحب يشرب ميه ساقعه، انما في ناس تشرب ويقول لك انت جبت لنا احتقان في الزور وجبت لنا ليوز وبتاع. لا. طب وبالنسبه للفشار واللب السوري؟ الميه الدافيه الاول، الميه الدافيه مفيده الصبح في حاجه تانية، بتنشط الجهاز الهضمي، بتنشط الامساك، بتخلي الدوره الدمويه بتاعت الجهاز الهضمي كده منعنشه، ما لهاش دعوه بالحرق. لب السوري، اللب السوري الدهون اللي فيه والحاجات اللي فيه مفيده جدا، بس بتتخن. مفيش حاجه حضرتك حاجه اسمها تزود حرق، حاجه تزود حرق لازم تكون ما فيهاش سعرات حراريه. يعني ولو مثلا حد قد حضرتك كف الايد ده ممكن يبوظ. اولا مفيش حد بياكل لب سوري كف ايد، انت مجرد ما بتبتدي فيه لحد ما تخلصيه. الحاجه الثانيه ممكن يبقى فيه سعرات حراريه زياده تزود الوزن اكتر من نسبه الحرق اللي بيحرق. حضرتك الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها بتاعت الحرق لا تتعدى 1%. يعني انت لازم يكون اكلك قليل، انما لو اكلك مش قليل هتودي فين؟ مش هتتحرق، مش هتتحرق، هتضطر تتخزن للدهون. حضرتك تنصح الشاده المشاهدين ان هم يقللوا كميه الاكل في وجباتهم؟ لازم كميه الاكل، لازم حضرتك التخسيس لازم اكل يقل. هو عشان انا اخس، عشان انا اخس يا اما اكل يقل يا رياضه تزيد اكتر من السعرات الحراريه اللي محسوبه لي، غير كده مفيش. ممكن بقى اكل يقل بسد نفسي زي ما قلت لك مثلا ببذور الشيا بالكمون. الليمون، الليمون رائع مش للحرق، غير للحرق. الليمون رائع لانه يعتبر ديتوكس. الميه بليمون بتنشط الكبد وبتنشط الخلايا وفيتامين سي عشان داخل في كل الخلايا، فبيخلي حركه الحرق تزيد بطريقه غير مباشره. تمام. خلي التفاح ينزل الانسولين ويسد النفس فبيقل، انما مش بيزود الحرق بطريقه مباشره. للاسف حلقتنا النهارده انتهت، ومع ان احنا زودنا نص ساعه زياده من الساعه 1 للساعه 2، بس يا رب طولنا بنص ساعه، دي اصلا طلعتونا بدري النهارده شويه. يا رب مشاهدينا الاعزاء يكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا. وفي نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور محمود حسنين استشاري التغذيه العلاجيه وسوق التغذيه والسمنه والنحافه، وعلى المعلومات القيمه اللي حضرتك اديتها لنا النهارده. واعتقد ان النهارده محدش عنده مانع ان هو يخس او عنده اي حاجه. ومذكركم مشاهدينا الاعزاء بموعد البرنامج الاسبوعي يوم الجمعه الساعه 1:30. كانت معكم نورهان محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.